مبروك لجميع الأمة الأهلاوية. دوري الحمد لله تحقق، لعبنا بشرف. والله أنا اتحادي وأحب أبارك كل أهلاوي وأقول لهم والله كنت سنة الدولة جبتوها يا رجال. والله نعطيه بوسة على الهواء. دقيقة. هذا ليلة زواج لكل أهلاوي، الحمد لله ربي وما ضيع تعب، 30 سنة صبرنا بدون دفع رباعي وجبناها الآن. ألف شكر ألف شكر لرجالات الأهلي جميعا. اليوم كان ختامها مسك، اللي عنده السومة تعرف علومه. الحمد لله. رمز أمر أمر ما يعجبك أشرف بحر أمر. أخذنا البطولة غصبا عن الكل وغصبا عن الحساد والعدال اللي ما يحبون الأهلي. بعد السنين الطويلة هذه نحمد الله ونشكره أن جبنا الدوري. أقول فلتصمت كل الأبواق التي كانت مستأجرة ضد الأهلي. كم سنة تشجع الأهلي؟ من زمان والله. من أحسن لاعب؟ عمر السومة. والله الدوري طعمه غير عاد ما يحتاج. أهدي لروح أصحابي اللي توفوا من مشجعين النادي الأهلي وأصحابي الحاليين. إيش تبي تقول للأهلاويين؟ إن شاء الله يحققون دوري ثاني. الناس كلها كانت تطلب ليش ما يحقق لهم؟ أنت اليوم لما تزرع نبتة لازم تحط البذور ثم تسقيها ماء ثم تطلع الزرعة. هذا اللي حصل في الأربع سنين اللي راحت. يا الأهلاوي غالي وشعارك دايم بالعالم. والدوري ربنا جابه، والله ربنا جابه، والدوري يرجع دولابه. ما نسينا معاك أحلى ليالي أحلى ليالي. لا ما نسينا معاك أحلى ليالي. الدوري حلو عشان اخذوا الاخضر بس ان شاء الله. ذي الحين بعد كذا لا بطولات ان شاء الله. اما تيجي بالطيب ولا نجيبك بدق الخشوم؟ طيب جبتوها بالطيب ولا بدق الخشوم؟ جبناها بس انت ليش يا قوي نهواه.